بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير. اذا كنت تريد ان تعرف ماذا تعني كلمه سحر، اذا كنت تريد ان تعرف يعني ايه سحر، لازم تبص وتنظر للي بيعمله النادي الاهلي. مش بس سحر رجب بحة المواطن المصري ابن محافظة الفيوم اللي ملوش أي ذنب في التشهير اللي حصل له، ولكن سحر النادي الأهلي. لو عايز تعرف إزاي هقولك. إذا كنت تريد أن تعرف ما هو سحر النادي الأهلي هوري لحضرتك السحر، وهوري لحضرتك السحر بالدلائل بالبراهين. سحر الكرة الحلوة اللي بيلعبها النادي الأهلي، البطل التاريخي للدوري اللي توج بخمس بطولات السنة دي بالمناسبة. هذا هو السحر، سحر التخطيط والعمل الجماعي، سحر السيستم الإداري لفريق كورة بيلعب عارف يعني إيه يلعب كرة قدم. الأهلي عنده سحر متوارث جيل ورا جيل. هناك سحر آخر، سحر الاجتهاد والعمل بإخلاص من كل أفراد المنظومة. هناك سحر آخر، سحر روح الفانيلا الحمراء. هناك أنواع كثيرة من السحر داخل النادي الأهلي، ستجد أنواع كثيرة من السحر. سحر الجهاز الفني اللي تعاقد مع أو اللي تعاقد معاه مجلس إدارة برئاسة أسطورة كرة القدم محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية والعربية والإفريقية. جهاز فني بيقوده مدرب أوروبي، رجل قدير، مش عايز أنفخ فيه أكتر من كده، ولكن هو رجل اسمه مارسيل كولر وكل معاونيه. سحر المبادئ، سحر الاحترام، سحر اللي بيسود داخل هذه المنظومة، منظومة النادي الأهلي من أكبر فرد لأصغر فرد. ما تلاقيش حد يقولك الشبشب ده انت جايب شبشب، كلنا كنا جايين بشباشب لا مؤاخذه يعني. ده سحر مجلس اداره بيقودوا اسطوره كره قدم سواء في الاداره او في كره القدم. كلهم من ابناء النادي الاهلي وبيحترموا تقاليد النادي الاهلي. هذا هو مصدر السحر. عرفتوا مصدر السحر فين؟ مش رجب بحة يعني ولا غيره. سحر المبادئ، مبادئ الإدارة، تقاليد النادي، العمل والاجتهاد، التطوير المستمر. سحر إن أنا مركز مع نفسي، ما ببصش لحد آخر، بطور من نفسي، بعالج سلبياتي عشان أعرف أجيب بطولات تشرف مصر وتشرف جمهور النادي الأهلي. لما خسرنا الدوري السنتين اللي فاتوا قلنا إيه؟ قلنا التحكيم له دور كبير طبعًا طبعًا، مليون في المية وريت حضرتك، ولكن قلنا إن إحنا عندنا سلبيات يجب على مجلس الإدارة وعلى فريق وعلى إدارة الكورة إنها تعالجها. هو مجلس الإدارة قال لأ ما عندناش سلبيات، ولا إدارة الكورة قالت ما عندناش سلبيات؟ قالت آه. وابتدى كابتن خطيب يشتغل مع مجموعة العمل داخل الفرقة وصلنا لهذا الشكل. خدنا قرار بأجازة، قرار تاريخي بأجازة، إدتنا الخمس بطولات السنة دي. هذا هو السحر اللي أنا بتكلم عنه، أو السحر اللي يجب إن كل الناس تتكلم عنه. بنعمل دائما على تصحيح الأخطاء، ما بنكبرش ونقعد نتكلم ونطلع القطط الفطسانة. طبعا بنقول إن هناك أخطاء من كذا ومن كذا، ولكن بنقول إن إحنا فنانين وحشين. أنت اتغلبت عشان وحش، نادي الزمالك اتغلب من النادي الأهلي، النادي الأهلي أقوى وعمل مباراة جيدة، وأنت اتغلبت عشان أنت ما عملتش ماتش خالص. نادي الأهلي سحره لأنه هو مصدر الفخر والسعادة لكل محبين النادي الأهلي وعشاقه. هو ده السحر اللي أنا بتكلم عنه.